خليفه. انا واخد الترجي كذا زاويه. اول زاويه انه انا ما اعرفش هو حلو بره ولا حلو على ملعبه، فانت هتفهمني بقى حلو على بره ولا في ملعبه، عشان في بعض المباريات بره ملعبه شفتها عملها كويس جدا، وشوف في بعض المباريات اللي على ملعبه عملها كويس جدا، فنمسكها بقى حرفيا. والاهم من ده كله، انا الترجي مقياسه عندي الموسم ده بصراحه كان مباراه الزمالك. هو لاعب الزمالك في أسوأ فترات الزمالك، يمكن الفتره دي يعني الفتره الحاليه لنادي الزمالك، والزمالك قدر يفوز عليه، ومش عايز اقول بسهوله، ولكن كان متحكم في المباراه طولا وعرضا، والترجي لم يظهر باي شكل قوي قدام نادي الزمالك. انا بتكلم على منافس مصر اللي هو نادي الزمالك. خلينا نبص يعني الارقام تقول لنا شويه الترجي خارج ملعبه. فصل لنا بقى طول القول يعني الفاصل. لا الارقام دايما خير دليل يعني. صح. تعال نبص لاخر من 2018 الترجي بيعمل ايه في الماتشات الاويه. انا اللي انا بقوله تعالوا على الارقام يا جماعه بقى على طول، ان الاهلي عليه ان يستغل الحاله اللي موجود فيها الترجي حاليا في لقاء الذهاب، ولا يامن الترجي في لقاء العوده. يعني كل الناس متخيله ان الترجي الماتش العوده هيكون اسهل للاهلي. لا، انا عايز اقول ان الاهلي لا يعول كثيرا على ماتش العوده، لان الترجي رغم الهزيمه من الزمالك، هي كانت الهزيمه الوحيده في دوري الابطال السنه دي في الماتشات الاويه. الترجي فاز على شباب بلوزداد، لو الارقام جاهزه معانا بتاعه خليفه دي نعرضها بقى. وفاز على شبيبه القبائل، وتعادل مع المريخ. ده التوتال من 2018. الترجي لعب 35 مباراه، فاز في 11 مباراه اوي، اتعادل 15، وتلقى 9 هزايم، وسجل اوي 23 مباراه. على فكره النتائج دي هي الافضل افريقيا. لو انت عملت احصائيه لاخر 5 مواسم في دوري الابطال، هو افضل فريق لعب اوي. يعني حتى الاهلي اللي محقق البطوله مرتين في الفتره دي، والوداد وكل ده، ولكن لو جيت من 2018 لا، مفيش نسبه الانتصارات اللي هي بتعادل تلت المباريات تقريبا، ونسبه تجنب الهزيمه اللي هي بتوصل لاكتر من تلتين المباريات الترجي بيقدر يتجنب الهزيمه خارج ملعبه. وفي دوري الابطال الموسم ده هو لم يلقى الا هزيمه واحده، رغم انه راح لعب في مرتين في الجزائر. فده الفكره، اللي هو الترجي لو مش بيطارد النتيجه هو خصم مش سيء. يعني انا مش بقول ان هو خصم قوي زي صن داونز، الفريق المنظم القوي اللي بيقدر يبني عليك لعب ويمسك الكوره، ولكن بيقدر يدافع بالفريق ككل بشكل معقول. فهو لقاء الذهاب انا شايفه هو الفرصه الاكبر للاهلي، وخصوصا ان الترجي ممكن في مباريات كتير جدا خسر في تونس وخسر تاهله في تونس. يمكن انا ما افتكرش للترجي حاجه كبيره في لقاءات العودة في أرضه واستفاد من عمل الأرض، غير يمكن نهائي 2018. دي ممكن المرة الوحيدة اللي شفنا نسخة من الترجي بتستفاد. ولكن لو نعرف أن معظم النسخ اللي خرج منها الترجي من دوري أبطال أفريقيا كانت بيتم الخروج في تونس. صحيح. يعني هو فريق ممكن ملعبه مش بيستفيد منه أفضل شيء، ولكن خارج ملعبه أحيانا كثيرة جدا بيقدر يخرج بالنتيجة. فاللي أنا عايز أقوله أن مباراة الذهاب هي الفرصة الأكبر للأهلي ان هو يخلص، وخصوصا الاهلي متعود على ان هو يعمل نتائج ايجابيه في تونس، فهذه الفرصه الاكبر للاهلي. وفي نقطه بقى على نبيل معلول، كان بيحضر للاهلي من ماتش شبيبه القبائل، جبهه الاهلي اليسرى اللي فيها علي معلول. الراجل لو نبص لتشكيله الترجي في مباراه شبيبه القبائل العوده بعد ما حقق نتيجه ايجابيه، الراجل حب يعمل حاجه. نبص بس لمتوسط تمركزات الترجي في مباراة شبيبة القبائل. أول حاجة معانا اللي هي كان بيلعب فرقته إزاي. الراجل كان بيحاول يا كريم يحط 3 لاعبين في الجبهة اليمنى اللي هي تجربة. هو هنا بص متوسط التمركزات، هو جاب هاني عمامه، ده هو اتصاب فدي ممكن تربك حساباته شويه. جابوا ده راجل بيلعب مدافع، جابوا لعبه اشبه بظهير ايمن 20، ده بن حميده ده باك شمال، هو كان واخد الجبهه زياده يزيد، انما باكو اليمين كان بوشنيبه اللي هو 36. فبص الجبهه اليمين كان فيها لاعب مدافع اساسا اللي هو هاني عمامه اللي هو اتصاب، فممكن في الحاله دي يلجا لمدافع تاني، مدافع قلب بقى يجيبه يلعبه باك يمين عشان يقفل الحته دي، او يلعب رايب بوشنيبه لان هو لعب معظم الماتشات. ما هو بوشنيبه هو الباك اليمين، انا عايز اقول لك حاطط وراه كمان لاعب، يعني هو بوشنيبه الباك اليمين 36 ده بيلعب وراه لاعب تاني في الاساس كان مدافع، وعشان يحرك بعد كده بوجرين اللي هو ثالث الخط الوسط هنا، فالجبهه دي تبقى محميه بثلاثه، اللي هي الجبهه اللي احنا بنقول عليها جبهه الاهلي الذهبيه اللي فيها علي معلول وبتحرك فيها بيرسي تاو، او بيتحرك فيها حسين شحاته.
جابها وحسين الشحات علي وحسين الشحات وفي نفس الوقت بيدي حريه كبيره اكتر لبن رمضان الراجل بعد ما فقد حمدي الهوني بقى بيعتمد كتير جدا على بن رمضان فهو الراجل سؤال بقى هو نبيل معلول هيجاوب لنا على السؤال ده في مباراه الاهلي هل هيجيب مدافع وهو ما عندوش مدافعين اقوياء جدا في القلب يجيب مدافع تاني يلعبه ناحيه اليمين ورا بوشنيب عشان يقفل الجبهه دي على علي معلول هو ده اللي ممكن هنشوف التركه اللي نبيل معلول ممكن يشتغل عليها لان كانت في ماتش شباب القبائل واضحه جدا ان هو بيفكر ازاي جبهته اليمين تبقى فيها زحمه من اكتر من لاعب علشان خاطر يبقى قافل الجبهه كده كان بيلعب فيها اربعه تقريبا احنا كنا بنتكلم على هاني عمامه وكان بيتكلم فيها على بوشنيبه وكان بيتكلم فيها في بوجرين ومعتز ومعتز زدام اللي هو الجناح المتحرر بقى هو هنا محرر بقى معتز زدام بشكل كبير انه وراه ثلاثه فده ممكن نشوفه الفكره دي زي ما اتطبقت في ماتش شباب القبائل ممكن تكون كوبي بيست ينقلها تاني ولكن باختلاف بديل هاني عمامه وهو هيشوف مين بديل هاني عمامه الله ينور الله ينور